نرحب بمصفف الشعر الرجالي هشام ربيع معانا في وشي. اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا بيكي، كل سنه وانتم طيبين ونورتوا الحفله بتاعتنا الجميله ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب. وهنستغل الفرصه وعايزين نسالك عن احدث التسريحات الجديده في 2018. والله انا عندي قناعه كده بمشي بيها، والتسريحات الحديثه هي اللي بتمشي مع الوش، مش ايه اللي نازل موضه فكلنا نعمله. انما طبعا بالنسبه للشباب دلوقتي هو الدقن الطويله والجناب بتبقى خفيفه شويه وبيبقى فيه بومبي عالي للقصه. بس الـ يعني انا دلوقتي مش مربي دقن، يعني دقني تقيله جدا لو سبتها ما بتبقاش شكلها حلو. فانا شايف الموضه هو اللي بيمشي معايا ايه، مش الموضة احنا كلنا هنعملها، لا يا تمشي معايا ولا ما تمشيش مع وشي. في موضة كده طلعت مش عاجباك، شكلها وحش، تقول للشباب ايه ما يعملوش في 2018؟ لا لا لا. هي انا مش هنصحهم بقصة او تسريحة يعملوها او ما يعملوهاش. هو اللي انا عايز انصح بيه الشباب يبعدوا شوية عن التمليز. التمليز ده يا جماعة انا بيجيلي في كل الفروع عندي مشاكل كتير جدا بسبب الفرد او التمليز. الشعر بيجي مجهد ومتدمر ونسبة 50% منه بيتساقط، يعني بلاقي الشعر 50% تساقط، بعدين بنبدأ نعالج. فيعني أنا بقول لكل الشباب ابعدوا عن الفرد، ابعدوا عن التمليز، ممكن البروتين، واتأكد من النوع اللي أنا بعمله، يعني لازم أتأكد من النوع، لأن طبعا في ناس علشان خاطر المكاسب فممكن يجيب أي حاجة ويجيب فورمالين ويجيب حاجات غريبة كده في سبيل المكسب. فاتاكد من المنتج اللي انت بتعمله. لو كنت بتعمل بروتين وابعد عن اي حاجه فيها تمليس. مش عايز اذكر اسم برودكت معين علشان ما يبقاش اعلان او اسيء للبرودكت ده، بس ابعدوا عن التمليس وابعدوا عن الفرد. دي اهم حاجه بالنسبه لي. اخر نصيحه هتبقى للعرسان، العرسان المقبلين على حياه جديده، يعملوا ايه في الفرح علشان يكونوا شكلهم حلو؟ يعني انا دي فرصه على فكره. ده سؤال حلو قوي بقى، وانا بنتهز الفرصه من خلال برنامجك الجميل ان انا عايز اقول لكل الناس يا ريت لو حضرتك عريس، علشان احنا بنقع في ده في كل فرونه وبلاش محلاتي حتى عند كل الصالونات. العريس بيجي لنا شعره قصير، ما انا مش عارف اعمل حاجه. لا، قبل الفرح بشهر بشهرين ما تروحش تقص شعرك، سيب لي شعرك طويل لو سمحت علشان انا اعرف اعمل فيه شكل كويس. دي بقى اهم من النصايح، دي حاجه بالنسبه له هتغير له شكل الفرح خالص.